أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من اللقاءات المهمة على مدار الأسبوع الماضي، وأصدر العديد من التوجيهات، أبرزها قيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج، وذلك فضلاً عن الاهتمام بالقضايا الخارجية. التفاصيل في هذا الحصاد. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة مطلع هذا الأسبوع، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. المزيد في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بالإضافة إلى مستجدات إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق بمدخلات الصناعة. كما وجه السيد الرئيس بالمراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضي التي تم تخصيصها في السابق للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها على النحو المأمول في تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها أساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها في ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلا عن مواصلة جهود إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية. وقد قامت السيدة نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع للمجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجاري طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلي بها. كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية في التصنيع، بما فيها دفع عمليات التصنيع المحلي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمشروعات القومية التنموية، خاصة تلك المتعلقة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، وكذا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقا للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية. شهد الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي قارناته احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمناسبة عيد الأم في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. وقدم الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية، مؤكدا أن المرأة المصرية ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية، وهي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، والدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن. كما وجه الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء الاحتفال بعدة توجيهات، منها قيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج. السيدات والسادة، واستكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، وجه الحكومة بما يلي: قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال، أنا بتكلم عن الزواج المبكر، بقانون مستقل
والنص صراحة على السن القانوني للزواج، والنص صراحة على السن القانوني للزواج. قيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات والعامة كافة. قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا. تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي. قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة في الحد منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية. تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة. تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها. عظيمة مصر، وأكد لكنا أنتن في قلب الدولة المصرية وعقلها، فحماية مستقبل سيدات وفتيات مصر أصبح أولوية تحملها كل مؤسسات الدولة، وعليكن دائما أن تدركنا أنكن درع مصر وصمام أمانها مفتاح مستقبلها. كل عام وأنتن جميعا بخير، ومصرنا العزيزة الغالية في تقدم وازدهار دائما وأبدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وفي السياق ذاته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمة المصرية مفتاح الحياة وضمير الوطن. وأضاف الرئيس السيسي في تدوينة على صفحة رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الاحتفال بالمرأة المصرية وعيد الأم: في عيدها أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملن أسمى معاني الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار. خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام. وفي لفتة إنسانية من الرئيس السيسي استجاب سيادته لحالة السيدة ناهد جمال سعيد سائقة تروسيكل بعد مناشدتها بالمساعدة، لأن لديها 5 بنات وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لهم. ووجه الرئيس السيسي خلال تصريحات تلفزيونية بتلبية احتياجاتها. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية هنري بوبر لافارج، كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد هنري بوبار لافارج رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام. وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.
كما وجه السيد الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة أليستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة. من جانبه أكد السيد لافارج اعتزام شركة أليستوم على التوسع في أنشطتها وزيادة عدد موظفيها في مصر، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلا عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة أليستوم، خاصة ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلا عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراستها بين الجانبين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري. وقد وجه السيد الرئيس بتطوير منظومة خدمات النقل البحري بما في ذلك أسطول النقل البحري والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة، خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية. من جانبه عرض السيد وزير النقل جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحري بما في ذلك تطوير الأسطول المصري للنقل البحري، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة خاصة مينائي الإسكندرية والدخيلة بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذلك أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، فضلا عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة وسفاجة، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به. كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين مرسى مطروح، خاصة الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة. اجتمع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق ورئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمول الرخام. المزيد في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به،
إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الخيول العالمية مرابط وما تضمه من منشآت، فضلا عن القيادة الاستراتيجية وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة خاصة المنطقة المركزية بها، وكذلك مقترحات الاستغلال الاستراتيجي أمثل بالاستعانة بالخبرة الأجنبية لبعض المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن الموقف التعاقدي لتوفير المعدات والآلات الإنشائية والهندسية الفائقة التطور اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية العملاقة على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لا سيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر وساحة الشعب والمداخل الرئيسية للعاصمة والحي الحكومي، موجها سيادته بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضري داخل العاصمة الإدارية، وذلك ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة. استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية رئيس جمهورية براندي الرئيس إيفاريست ناداشيمي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. وشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبروندي. من جانبه أعرب الرئيس ناداشيمي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقتها التاريخية الممتدة والمميزة مع مصر، مؤكداً حرص براندي على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات. وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في براندي والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية والإعلام والتربية والتعليم والسياحة والثقافة. وفي السياق ذاته أعرب الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البوروندي عن التقدير البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر مع جمهورية بوروندي الشقيقة. لقد أجريت مع آخر رئيس مباحثات مكثفة سادتها روح التفاهم والتنسيق حيال عدد كبير من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حيث توافقت إرادتنا السياسية نحو تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمعنا والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وقد أكدت حرص مصر على تطوير وتعميق كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين والتي شهدت في السنوات الأخيرة الكثير من التطورات الإيجابية، وذلك تحقيقاً لمصالح الشعبين الشقيقين. وقد عكست مداولاتنا مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حال مجمل القضايا، وهو أمر ليس بالجديد بين مصر وبوروندي، بل يعد سمة مميزة للعلاقات الوطيدة التي تجمع بلدينا. كما حظيت جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين باهتمام خاص في مباحثاتنا، واستعداد مصر لتطوير هذا التعاون الذي يحقق أهداف التنمية في البلدين سواء على مستوى التبادل أو الاستثماري، ولن نقبل فأن يشهد المزيد من النمو ليرتقي لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين. وبحثنا كذلك سبل تيسير عمل الشركات المصرية
السعي إلى النفاذ للسوق البروندي، وهو ما يأتي في إطار ثقتنا بما لدى الرئيس البروندي من أجندة تنموية طموحة يسعى من خلالها لتعزيز الازدهار في بلده الشقيق. اتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجال نقل الخدمات المالية وفي الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في بوروندي، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات. وأغتنم هذه الفرصة أيضاً لأؤكد لفخامة الرئيس أن مصر ستظل شريكاً رئيسياً لكم في جهودكم لتحقيق التقدم، وسنقدم كل ما يمكنها من العون والمساندة لجمهورية بوروندي الشقيقة لإنجاز أهداف وخطة التنمية التي تعملون وحكومتكم من أجلها. كما ناقشنا اليوم سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، وأكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل. كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، وأكدت ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب. فخامة الرئيس ناداشيمي، أسعدني لقاؤكم اليوم، وإنني أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لبوروندي كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبي بكم والوفد المرافق لفخامتكم في بلدكم الثاني مصر. تقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في وفاة أخيه، وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، موجهاً أصدق عبارات التعازي إلى أسرة المكتوم الكريمة وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. استقبل الرئيس السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة السيد عباس كامل. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى كل من السيد عبد الله اللافي نائب المجلس الرئاسي الليبي والسيد عماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات العامة الليبي المكلف والسيد طارق لحويج القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد المنيفي في أول زيارة له إلى بلده الثاني مصر عقب توليه منصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مؤكداً سيادته دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الشقيقة في كافة المجالات وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية. اسمحوا لي أنا باسم وباسم الشعب المصري أوجه لكم تهنئة على قيادة المجلس الرئاسي، وأتمنى لكم كل التوفيق، وأيضاً أهنيكم على الحكومة اللي تشكلت والجهد الكبير يعني نلقى في على أعناقكم. تأكد أن مصر
إلى جانب استقرار وأمن وسلامة ليبيا. وليست لنا أي مصلحة في ليبيا غير أن احنا نرى ليبيا المستقرة، ليبيا الموحدة، ليبيا المتطورة. وطبعا ثقوا من احنا في مصر نقف إلى جانبكم مستعدين للدعم الكامل من أجل تحقيق هذا الهدف. الهدف اللي بنقول عليه هو وحدة الأراضي الليبية. بتكلم على الدولة الليبية المستقرة، الدولة الليبية بعيدا عن التدخل الأجنبي، بعيدا عن وجود المقاتلين والمرتزقة اللي موجودين على الأراضي الليبية. نحن داعمين معكم في كل هذه أي موضوعات للتعاون. ثقوا أن مصر ستقوم بالتعاون الكامل بدون أي هدف غير المصلحة الليبية، مصلحة مصر في مصلحة ليبيا، أمن مصر في أمن ليبيا، استقرار مصر في استقرار ليبيا. فأطمئنوا لهذا الأمر ودعمنا الكامل لكم، وأرجو من حضراتكم تبلغوا باسم كل المصريين التحية للشعب الليبي، الشعب الليبي كله الموحد المستقر. إن إحنا نتطلع إلى اليوم إن إحنا نزور في ليبيا في أقرب وقت. هيسألنا جدا إن إحنا ننزل في طرابلس مع أشقائنا في ليبيا، نراهم ويرونا يعني. فنتمنى لكم التوفيق كل الدعم. شكرا. من مصر لليبيا ده بلا قيد ولا شرط. شكرا لكم، أتمنى لكم التوفيق. ألف مبروك. الله وإن شاء الله مهمة صعبة لكن أنتم رجال لها إن شاء الله. شكرا. دعم مصر ودعم حضرتكم، نحن سعداء جدا بحسن الاستقبال. ومصر شقيقة كبرى دائما نتطلع لدورها في ليبيا، فهو دورها قديم وجديد. وفي كل وقت شاكرين لك وشاكرين حسن استقبالك وشاكرين الشعب المصري والحكومة المصرية وكل المصريين على هذا الاستقبال وعلى حضور الاستقبال. وبالتأكيد سوف يكون تواصلنا مستمر. شكرا سيد الرئيس. شكرا حبيب وأهلا وسهلا. شكرا. اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية. وفي السياق ذاته أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بلقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي. وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شرفت اليوم باستقبال السيد محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في إطار حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع المجلس الرئاسي الليبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة سعيد. المزيد في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022. وقد استعرضت السيدة وزيرة التخطيط خطة التنمية المستدامة التي ترتكز على الالتزام الدقيق بتنفيذ مبادرات السيد الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلا عن زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. كما تم عرض التوجهات العامة للخطة والتي تشمل منح أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام كالصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف.
مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات بهدف معالجة الفجوات التنموية. كما اطلع السيد الرئيس على أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022، والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية التي تهدف إلى المساهمة في ضبط النمو السكاني من خلال خفض معدل الإنجاب، ومبادرات صحة المرأة التي تغطي حوالي 30 مليون سيدة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، فضلا عن تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر زيادة قدرة المنشآت الصحية، فضلا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية بما فيها عبر المستشفيات الجامعية، وكذا التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جانب التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات وكذلك الجامعات الأهلية، وربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في تطبيق وتعميم نظم الميكنة والتحديث الإلكتروني لكافة منظومة الخدمات الحكومية استغلالاً للجهود الحالية لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة في المجالات الحيوية مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية. كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في مشروع تبطين وتأهيل الترع وتوفير المواد الإضافية اللازمة لهذا الغرض، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة نظرا للمردود البيئي والاقتصادي للمشروع ومساهمته في توفير مياه الري وزيادة الإنتاجية الزراعية.